مع الشهداء اللي قدموا أرواحهم ما قدموها عشان أنت تجي تقتل له زول. في زول بيقدم لك روحه عشان تجي أنت تنتغم له. هو قدم له مبدأ بتاع بلد داير يقدم روحه عشان الوراه يلقى وطن. فيبقى إذا أنا جيت عشان أنا أمارس نفس الفعل ده كويس ببقى أنا ما بوجد البلد اللي هو من أجله قدم نفسه كويس. فدي دي دي مشكلة. الحاجة الثانية بنتكلم في إنه طيب ما هي 30 سنة منو ما كان يعني في 30 سنة دي كان في دفاع شعبي ولا منو ما كان في خدمة وطنية ولا منو ما كان في مش عمليات ولا طيب نحن لما نقول تفكيك نظام الإنغاز ولما نقول إنه دارين نحارب الفساد والمفسدين ده يا جماعة ما بيعني إنه يا أخي نحن نمسك النازي كلها حتكون ناس منطقيين. كل من أجرم وفسد كويس يجب أن يحاكم ويقدم لمحاكمة عادلة حتى وإن لم يكن في المؤتمر الوطني. نحن نعلم ناس فاسدين خارج المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني ذاته كان بيلم المرتدة والنطيحة ومأكل السبع ومهل به لغير الله. كل الحاجات دي كانت جوا المؤتمر الوطني. طيب فبتبقى يا جماعة نحن نكون ناس يعني منطقي طيبة لحياة طيبة.